الله الرحمن الرحيم. اولا كنشكرك كونك انك طرحتي عليا السؤال، لولا ما طرحتيش عليا السؤال ما غاديش طرحتي عليا السؤال واش انا عملت التلقيح او ما درتوش. هي بطبيعه الحال كان لابد باش خلال هذه الحمله الوطنيه ان كل واحد اللي يمكن باش يعمل هذا التلقيح راه خصو يعملو، وهو بالضروره باش يعمل التلقيح، لان هذا برنامج وطني وبرنامج مهم جدا. واذا كنا غادي نشجعوا شي حد نشجعوا الناس باش يديروا هذا التلقيح، خاصه اللي هما في الواجهه واللي وصلهم الدور باش يعملوه، سواء يعني كبار السن او اللي وصلوا الدور ديالو كيخصو يعملوه بدون تخوف. انا صراحه انا عملت التلقيح ولكنه لا يعني ما عنديش تصور انه التلقيح غادي يكون فيه شي ضرر. التلقيح ما غاديش يكون فيه الا المنفعه، وهذا هو الاساسي. ما كيمكنش العالم كله ما غاديش يعني يكون على صواب، وغادي يكون انا بوحدي اللي غادي نقول اودي ذاك التلقيح ماشي هو هذا شي حاجه. معنى هذا انه هذه مواضيع علميه ومواضيع طبيه ومواضيع صحيه، الكل قام في المجهود. المغرب دار مجهود كبير على مستوى وزارة الصحة، على مستوى وزارة الداخلية. المغرب كذلك دار مجهود كبير بالتدخلات الشخصية ديال جلالة الملك باش وقع التسريع هذا الشيء ديال التلقيح وكذا إلى آخره. وجلالة الملك هو اللي عطى النموذج الأول، يعني باش كان كيتلقح هو أول من تلقى هذاك الحقنة ديال التلقيح. إذا انا شخصيا كنقول ان كل واحد تمكن وصل الدور وجا يعني في باش وصل الدور ديال التلقيح تخصو يعني تخصو يتلقح ويشجع. هذا هو اللي بغيت نقول. السلام، شكرا، اشكركم جزيلا، شكرا.